أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء
ونحن على ذلك من الشاهدين، والحمد لله رب العالمين.